شوكو ستوري أو قصة الشوكولا، متحف بين المباني القديمة في العاصمة البلجيكية بروكسل، يروي لنا حكاية اكتشاف نبتة الكاكاو. البداية من الأمازون، المكان الذي بدأت فيه زراعة حبوب الكاكاو على يد هنود الأولميك، ومن ثم اكتشفتها شعوب المايا والأزتيك. لا يوجد دليل سياحي هنا، فالتعليمات الصوتية ستحصل عليها من خلال الجهاز الصغير هذا. سيصبح بإمكانك الاستماع إلى الإرشادات والمعلومات التاريخية بمجرد لمسه. وما زاد من انتشار الكاكاو هو اجتياح المكسيك للأزتيك في القرن الثاني عشر على ما يقوله دليل المتحف، وابتكروا وقتها وصفة مشروب الشوكولاتة، وبسبب مذاقه المر زادوا عليه بعض النكهات كالفلفل الحار لتغيير مذاقه. الجديد الذي تعلمته هو اكتشاف الشوكولاتة، ليس فقط الأطفال. أتينا لمعرفة كيف اكتشفوا الكاكاو كنبتة، ومن ثم كيف وصلنا إلى مرحلة تحويلها إلى شوكولاتة. هذا المتحف يقدم بعض المعلومات الطريفة عن الشوكولاتة. على سبيل المثال، فإن سعر الطماطم، حبة الطماطم واحدة تساوي حبة شوكولاتة واحدة، حبتان من الشوكولاتة تساويان بيضة. تعلمت كيف تصنع الشوكولا، لم أكن أملك هذه المعلومات، كما تعلمت بأنها كانت العملة التي يستخدمها الناس لشراء السلع. كثيرون يعلمون أن بروكسل هي عاصمة الاتحاد الأوروبي، لكن القليل فقط يعلمون بأنها أيضا عاصمة الشوكولاتة في العالم، فهي تصدر أكثر من 170 ألف طن من الشوكولاتة الفاخرة إلى جميع أنحاء العالم. كان من الممتع أن تعرف كيف بدأت الشوكولاتة. لم أكن أعلم أن الفضل يعود لحضارة المايا. لاكتشاف الكاكاو لقد وصلت اليوم من فرنسا، ورغبت بتعلم أشياء جديدة. هذه الخريطة التفاعلية هي إحدى الخدمات التي يقدمها المتحف. يمكن للسائح أن يختار اللغة التي يريد من خلالها أن يقرأ المعلومات التي تقدمها هذه الخريطة. إحدى المعلومات المهمة بأن الشوكولاتة، أو ما كانت تسمى بالذهب البني في تلك الفترة، كانت العملة الأساسية لإمبراطورية الأزتيك. هذه العملة حددت قيمتها بالنسبة للعملة الإسبانية في العام 1555 ميلادية، حيث أن في تلك الفترة كانت التعاملات بالنسبة لإمبراطورية الأزتيك تتم من خلال الشوكولاتة. أتينا من باريس، نريد أن ننتقل إلى بلجيكا العام المقبل، لذلك نحن هنا لنعرف أشياء عن البلد الذي سنقيم فيه. بحسب خبرتي فإن الشوكولاتة البلجيكية ألذ من الفرنسية. ويعرض المتحف الكؤوس والأباريق التي كانت تستخدم لتسخين وشرب الشوكولاتة الساخنة. انتقل مشروب الشوكولاتة إلى أوروبا من خلال إسبانيا بعد استعمارها لأمريكا الوسطى، ومنعت وقتها تصديره للخارج العقود. ولكن عام 1585 بدأ الإسبان بتصديره إلى الدول الأوروبية بأسعار مرتفعة، حتى أنه كان حكرا على الطبقة الغنية بسبب غلائه. و
ومن المحطات الترفيهية قاعة سينما صغيرة تقدم فيلما يحاكي زراعة وحصاد وتصدير نبتة الكاكاو. ولمن يرغب بالتقاط صورة تذكارية فهناك محطة خاصة للصور. أما آخر المحطات فهي مع ماريو خبير تحضير الشوكولاتة التي يشرحها لجمهوره بمكونات من النكات والدعابة. عادة نستضيف زوارا كل 30 دقيقة، ونقوم بعملية تحضير لقوالب الشوكولاتة، ويستغرق الدرس الترفيهي ما بين 10 إلى 20 دقيقة. لا أشعر بالملل من تقديم هذه الفقرة الترفيهية، فكما ترى أنا والجمهور نستمتع بما أقدمه وبطريقة تقديمي لهذه الفقرة. لدينا ورشة لتعليم صناعة الشوكولاتة من البدء، لذا فإن مهامي هنا تختلف من وقت لآخر. لدينا زوار من كل الأعمار، ومعظمهم طبعا من السياح. في الأيام العادية كان لدينا أكثر من 1000 زائر في اليوم قبل الجائحة. الآن مع الجائحة لدينا حوالي 15 زائرا كل ربع ساعة يأتون للمطبخ لتعلم بعض أسرار تحضير الشوكولاتة. عليك معرفة أن هناك عدة أفرع لنا، حوالي 7 في بروكسل وآخر في بروك، وواحد في باريس، وكذلك جنوب فرنسا، وواحد في مكسيكو، وآخر في براغ. هذا المتحف أسس قبل حوالي 14 عاما، وله فرع في بروكسل، لكن فرع بروك قديم جدا. الجولة تستغرق من ساعة إلى ساعة ونصف، في حال أراد الزوار زيارة كل ركن في المتحف، وممارسة الألعاب الترفيهية. أكثر قسم يحبه الزوار هو قسم تحضير الشوكولاتة، ويستمتعون بالبقاء فيه ومشاهدة عرض التحضير الترفيهي. السياح عادة يأتون من ألمانيا وفرنسا وهولندا، أي أنهم من الدول المحيطة ببلجيكا. نستقبل يوميا حوالي من 600 حتى 800 شخص.